أطلق في جامعة الحسين بن طلال فعاليات أكتوبر الوردي تحت شعار خطوة نحو الحياة، وهو أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. نحن اليوم في محافظة معان الأبية وبالتحديد جامعة الحسين بن طلال لافتتاح فعالية خطوة نحو الحياة ضمن حملات تشرين الأول للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، وهو أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. طبعاً هي خطوة نحو الحياة، خطوة لكسر حاجز الخوف لدى السيدات لتشجيعهم على الكشف المبكر. ضمن الدور المجتمعي لجامعة الحسين بن طلال، فقد استضافت الجامعة اليوم البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي بعنوان افحصي، ونفخر أنه في جامعة الحسين بن طلال قمنا بعدة نشاطات ضمن مبادرة أكتوبر الوردي. وعادة ما يكون لدينا محاضرات ومسرحيات بحيث يتم معالجة هذا الموضوع، لأنه هناك في إحجام عن الفحص، لكن من خلال هذه المسرحيات ومن خلال هذه المحاضرات التي يلقيها مختصون في هذا المجال يتم تشجيع أخواتنا على الفحص، ومن خلال المدربات الذين تم تدريبهن في السابق، ونفخر أنه جزء كبير منهن من جامعة الحسين بن طلال. بلشت أنا أروح في عمر 40 أفحص بشكل دوري. في يوم من الأيام حكى لي دكتور أنه في فحصك الموموغرام تبين فيه خلايا سرطانية، خلايا يعني شاكين فيها سرطانية. فعملت الخزعة، تبين من الدرجة الأولى يعني بداية. فمن هاي الوقت اهتميت في نفسي، راجعت المستشفى، حطوا لي خطة علاجية، أخذت كيماوي، والحمد لله لأني اهتميت من أول واهتميت في أني أكون متابعة لموضوعي، تخطيت كل هذه المرحلة، والآن أنا ربنا شافاني وعافاني والحمد لله. يعني الآن أنا بصحة وعافية جيدة. أنا بنصح جميع السيدات بأنهم يكون في فحص دوري مصابة أو غير مصابة، حتى يكون بالمراحل الأولى بتكون مبينت. والله مرض السرطان لا يختلف عن أي مرض آخر، سوى أنه إحنا رسخنا بأذهاننا بأن هذا المرض ملاصق للموت. قيموا هاي الفكرة بتعيش حياتك.